2034 2030، يعني واحدة من الثنتين ذولي في يعني في أنباء تقول إنه ربما تكون يعني في محاولات سعودية إن يكون كأس العالم 2030 عندنا. 2034 يعني واحدة من الثنتين، هل راح نستضيفها لحالنا؟ هل نستضيفها مع دولة أفريقية؟ يعني على سبيل المثال مثلا السعودية مع مصر تستضيف المونديال مع بعض، خاصة الآن في مشروع ضخم جدا على مستوى المنشآت الرياضية في مصر. أنا أقول مثلا يعني السعودية ممكن تستضيفها مع دولة أوروبية. في اقتراح الآن لإقامة المونديال كل سنتين، ولا زال الآن في انقسام في العالم حوله. الخلاصة أن في جهد، في حركة، تنجح ما تنجح هذا موضوع آخر، لكن أنه في جهد، في حركة، محاولة تطوير حقيقي لكرة القدم السعودية على مستوى كبير. وصعب أن الجمهور الرياضي يصير يحكم على نجاح اتحاد اللعبة أو فشله، أو على نجاح استراتيجية كرة القدم السعودية كلها وعدم نجاحها، تحكم عليها بناء على بلنتي حسب حكم أو قرار للجنة، لأنه هذا تسطيح، هذا تسطيح. يعني كأنك تقول لواحد احنا بنزفلت شوارع المدينة، بس لأن الشارع اللي قدام بيتك ما تزفلت فهذا اللي ما سووا شيء.